جاي البس لك توبك يا عذرا وقدم ذاتي توب العجاب توبك رح اندر لك حياتي جاي البس لك توبك يا عذرا وقدم ذاتي توب العجاب توبك رح اندر لك حياتي لونه ازرق سماوي كله طهر ونقاوي وزنارك ابيض ضاوي كل المسكون يكوني لونه ازرق سماوي كله طهر ونقاوي وزنارك ابيض ضاوي كل المسكون يكوني جاي البس لك توبك يا عذرا وقدم ذاتي توب العجاب توبك رح اندر لك حياتي يا عذرا ويا حنوني قلبي مسبح تكوني بصلي لك حد تكوني تشفيني من جروحاتي يا عذرا ويا حنوني قلبي مسبح تكوني بصلي لك حد تكوني تشفيني من جروحاتي جاي البس لك توبك يا عذرا وقدم توب العجاب توبك رح اندر لك حياتي يا عطرة ويا حنوني بقلبي مسبح تكوني صلي لك حد تكوني وتشفيني من جروحاتي جاي البس لك توبك يا عذرا وقدم ذاتي توب العجاب توبك رح اندر لك حياتي جاي البس لك توبك يا عذرا وقدم ذاتي توب العجاب توبك رح اندر لك حياتي صباح الخير مشاهدينا بها نهار مبارك اللي بنرفع فيه صلاتنا لأمنا مريم العذراء حتى تضل حاضنتنا لفتنا بتوبة حتى هي الوحيدة اللي قادرة تشفي لنا جروحاتنا. اليوم ببرنامج على الموعد رح منرفقكم من هلأ للساعة 10 من العشرة عفوا للساعة 12 مواضيع كتير رح نحكي فيها. بداية بدنا نقلها لمريم العذراء خليكي حدنا. اليوم نحن بحاجة لإلك من أكتر من أي وقت مضى. بدنا تنوري عقول وقلوب نوابنا يلي رح يجتمعوا غدا الخميس حتى ينتخبوا رئيس جديد للجمهورية. إن شاء الله يا رب يكون حدث حلو لقلنا لأنه لبنان عن جد واللبنانية تعبوا من هالضياع يلي عايشينه تعبوا من الحزن من المآسي. وبهالمناسبة اسمحوا لي عز اليوم كل أهالي ضحايا قارب الموت يلي حصد المئات ويلي أبوا إلا أنه يرجعوا يركضوا تحت تراب بلدهم لبنان. جربوا يروحوا من هون ولكن ربنا قال لهم مسواكم الأخير بده يكون بلبنان. ربنا هو الوحيد اللي عارف شو قدره للإنسان. خليكن دايما متمسكين بحياتكن ما تفرطوا فيها. هي أجمل هدية من الرب. هيدي نعمة عطينا إياها وما بحق لنا نحن نتصرف فيها. هو فقط العليم والداري أي متى بياخد وبيسترد أمانته. منعزيكن منعزي أهليكن ومنتمنى لكم الصبر طبعا لهالمصايب الكبيرة. إن شاء الله يا رب يكونوا كل الضحايا بحضن الرب بمكان ما فيه ولا وجع ولا حزن ولا جوع أبدا. إلى قديس اليوم. اليوم رح نحكي عن أبونا البار منعم خريطون المعترف.
من عام ولد ونشأ بمدينة أيقونيا أيام الأمبراطور الروماني أوريليانوس عام 275. بعام 304 ميلادية الأمبراطور ديوكليسيانوس اضطهد كتير المسيحيين، وكان منعم من أحد هالأشخاص يلي اضطهدوا، قبض عليه الجنود، جلدوه، ضربوه وعذبوه لدرجة أنه صار جسمه كله جرح مفتوح، فقط لأنه كان عنده الجرأة الكبيرة أنه يعترف بالمسيح وأنه يرفض الأصنام وعبادة الأصنام. وضع بالسجن، ولكن ربنا كان دايما عم بيرافقه وقدر خرج من السجن وهرب. ذهب إلى مصر وبقي هنيك لحد ما الأمبراطور قسطنطين الكبير اعترف بالمسيحيين. سلك منعم طريق التقشف والنسك، وسلم أمره كليا للرب بكل لحظة من حياته، والرب طبعا نجاه من أمور كثيرة اعترضته بمسيرته الطويلة. ومن أهم المراحل الصعبة اللي اعترضها أنه بيوم كان ذاهب من مصر إلى أورشليم، قبض عليه اللصوص، جردوه من كل شيء بيملكه، طبعا هو بيملك القليل جدا لأنه كان عايش حياة النسك والتقشف، ووضعوه بمغارة تحضيرا طبعا لقتله. بالليل رجع اللصوص وجلسوا يشربوا الخمر احتفالا بالغنيمة الكبيرة اللي كانوا سارقينها يومتها، ولحسن الحظ ما في لحظات إلا ووقعوا ميتين على الأرض. تعجب منعم من هذا الموضوع، أخذ الغنيمة كلها اللي كانت من الذهب والأموال وخرج، وعرف هو يرايح بالمدينة أنه في أفعى سامة كبت سما ببرميل الخمر يلي أخذ منه اللصوص الخمر. هالأموال يلي أخذها وزعها طبعا على المحتاجين وبنى بها كنائس كثيرة. منعم من بعد ما عمل مهمته وبنى هالكنائس وطبعا جاب تلاميذ كثر إليها، قرر أنه يروح يتنسك، ابتعد عن العالم وذهب إلى مكان بعيد، ولكن الناس صاروا يعرفوا بوجوده وحبوا أنه يروحوا يطلبوا منه النصائح الدينية والدنيوية. طبعا هيدا الشيء زعجه شوي لأنه هو كان حابب يتنسك، فسلم هالأمر لتلاميذه يلي كانوا طبعا تدربوا على إيده وكانوا يعرفوا يعطوا النصائح الصحيحة للناس، وابتعد إلى مكان كثيرا بعيد كثيرا ما حدا يقدر يوصل له، عيش النسك والتقشف هناك. ولما الرب أعلمه بساعة ركاضه رجع إلى فاران منطقته الأولى، وهناك زود تلاميذه بالإرشادات اللازمة وعطيهن عهد روحي جديد، رسم لهم الطريق يلي بيقدروا فيها بتوصلهم إلى الاتحاد بالله عبر النسك المكرون بالتواضع والمحبة. ويقال أنه منعم هو أول من أدخل قص الشعر إلى كل الرهبان المبتدئين بالحياة الرهبانية. رقد بجوار الرب ب 28 أيلول سنة 350. صلاته معنا إلى حالة التأس. بحالة التأس اليوم رح نروح لاتصال مباشر مع الأب إليخ نايسر المتخصص بالأحوال الجوية في بوسطن من الرهبانية البسيلية الشويرية وخادم رعية مار الياس الخنشارة. صباح الخير أبونا. صباح النور، يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية أبونا. اليوم بدنا نحكي شوي عن موسم الأعاصير يلي بدأ من بداية شهر أيلول ويلي كل سنة بنحكي عنه، ولكن يبدو أنه السنة هالأعاصير مدمرة كتير أكتر من السنة الماضية. خبرنا شو أسبابها، وين صرنا، واليوم بعتقد هو بفلوريدا ابتداء من امبارح يمكن بدأ، يعني منتصف الليل بلش سواحل فلوريدا، بلشت أطرافه. نعم، مفترض عين الأعصار اليوم الظهريات بتوقيتنا نحن الصبح عندهم عين الأعصار بتفوت على سواحل فلوريدا، وعم بيقدروا خبر الاقتصاد انه تكون
الكوارث كتير كبيرة والتكاليف والخسائر بسبعين مليار دولار تقريبا. أعلن على كل حالة الطوارئ الرئيس وتم إجلاء 100,000 من الأشخاص تقريبا 350 ألف من السواحل الغربية لفلوريدا، عملوا عملية الإجلاء وفضوهم يعني راحوا نحو المناطق الشمالية حتى يحموا نفوسهم وحفاظا على سلامتهم. نعم، عم تشوف بالفيديو كيف كانوا عم يتحضروا من قبل، اخذوا كل فضوا كل الرفوف من المتاجر يعني حالة حضروا حالهم كبيرة، ولدرجه انه كل المتاجر كل السوبر ماركت كل العالم هجمت حتى تتبضع قبل وصول الاعصار. نعم، هيدا الاعصار رقم 12 لهالموسم، هيدا رقم 14. رقم 14 نعم. يعني أنا بآخر آب عملت نشرة خاصة وعنوانتها أيلول شهر النكبات العالمية. صحيح. لأنه نحن منفوت بموسم الأعاصير بداية من شهر أيلول ولغاية تقريبا منتصف كانون الأول. هذا هو الموسم ثلاثة أشهر، والسبب نعم. يعود لارتفاع درجة حرارة المحيطات يلي بتبلش ترتفع من أيار لحزيران لتموز لآب، تتوصل بأواخر أب ل 38 درجة. إذا بدنا نعرف شو الأعصار أبونا؟ الأعاصير هي عبارة عن عواصف. نعم. يا بتكون استوائية على خط الاستواء، يا بتكون مدارية على مدار السرطان. نعم. هيدي العواصف بتكون إشمالاً بالمحيط الأطلسي، بالمحيط الهادي، وبالمحيط الهندي. نعم. أغلبية الأعاصير تتشكل بين المحيط الهادي والمحيط الأطلسي نظرا لوسعة المياه وكبر المحيط، وبتنتج عن ارتفاع درجة حرارة المياه وبيصير في عمليات تبخر تتحول من عاصفة استوائية مع تكدس الغيوم، وحجم العاصفة تتحول لدرجة أعصار خاصة بس تاخد هواء بارد بطبقات الجو العالية. نعم. الأعصير بحسب مقياس سيمسون هي خمس درجات. الدرجة الأولى بيبقى فيها سرعة رياح بحدود 150 كيلومتر بالساعة، الدرجة الثانية بتوصل لل 220، الثالثة بتوصل لل 250-260، الرابعة بتوصل لل 290، والخامسة بتوصل لل 350 كيلومتر بالساعة. وأخطر درجات هن الرابعة والخامسة يعتبروا مدمرين. يلي هلا عم تضرب فلوريدا وميامي. عم تضرب فلوريدا بدرجة رابعة. نعم. لحد هلا نية في عصار واحد وصل للدرجة الخامسة يلي هو ضرب مناطق الصين الشرقية وجزر اليابان. هيدا اليوم. هيدي ضربها من حوالي الجمعتين. هلا نية نحن في اعصار لضرب الفلبين اسمه نوريو، هذا فايت هلا نية اليوم عم بيضرب سواحل الفلبين، سواحل فيتنام وعلى كوريا الشماليه. يعني كمان مفروض يوصل لدرجه رابعه او هو درجه رابعه هلا هو درجه رابعه صنف هلا درجه رابعه وايان درجه رابعه لحد هلا. الله يحمي الجميع، نحن طبعا بمأمن عن كل الأعصير بحوض الشرق المتوسط. صح. أنا هون بدي ألفت النظر بس إنه بلغة الطقس العالم دائما بيستعملوا المود تكنيك المضبوط، وخاصة اللي بيطلعوا على نشرات الأخبار أو بيقدموا نشرات الطقس بصيروا يقولوا مثلا لبنان بعين العاصفة. هيدا المود تكنيك مش موجود، اللي بدنا نقوله بنقول لبنان بقلب العاصفة لانه العين للاعصار هي للاعصار. لانه بس تشوفوا الاعصار من الفضاء بتشوفوا في دويره، هيدي الدويره بحسب حجم او كبر او تقدم درجه الاعصار بتكبر العين، واجمالا الطقس بقلبها بيكون صافي وبنشوف غيوم كثير مرتفعه حوالي العين، هيدا بسموه الجدار. اذا العين هي منطقه صافيه طقسها حلو لساعات قليله. بس تزيح العين عن المنطقة ويصال جدار الأعصار بتبلش السحب يلي بتصير ارتفاعها بالعشر تلاف متر، تخيل لحد وين.
هيدي أخطر منطقة جدار العين يلي بيكون فيها سرعة رياح بتتخطى 200 و300 كيلومتر بالساعة حسب تقدم درجة الأحصار. فلازم نستعمل الموتكنيك المضبوط، ما نحكي اشياء يعني انا بقول العالم كثير يضحكوا علينا المتعلمه والفهمانه، ما بيقولوا عين العاصفه، بيقولوا لبنان مثلا بقلب العاصفه. بقلب العاصفه بكير بعد تنقول هلا للشتاء جاي الايام رح نقولها كثير. خليني احكي بعد شوي ابونا قبل ما نحكي عن لبنان وكيف رح بيكون طقسنا بالخريف، بدي اسالك عن موضوع موجات الحار يلي اجتاحت اوروبا السنه وشفنا جف عدد كبير من الانهار حتى بجبال الالب يلي ولا مره داب هالقد الثلج، بسويسرا بحيرات جفت صار في حتى في خطر صار على السكان انه كل هالثلج يلي داب بسرعه كمان يسبب طوفانات على مناطق. هيدي هلا هي الحاله اللي صارت السنه هي حاله استثنائيه. صحيح. اوكي، بعدين بتقلي شغله، من اليوم السوشيال ميديا صار يوصل لك الخبر من قلب الحدث. صح. قديما كان يصير في حراره مرتفعه بيوروب بس ما كانت السوشيال ميديا دغري عم تنقل، ما كانت السوشيال ميديا عم بتغطي. يوم بتفتح الانستغرام بتشوفي حدا عم يحكي، بتفتحي صفحات الطقس بتلاقيها دغري عم تنقل. صح. فهيدا الحدث اوروبا وجنوب اوروبا معرضين دائما لموجات شوم. لانه بينهم وبين الصحاري الكبرى في بس البحر المتوسط. يعني بتطلع تحتهم الجزائر، تحتهم ليبيا، الصحراء الافريقيه الكبرى، فلما بتكون ناشطه بايام الصيف بتمدد الحراره على جنوب اوروبا وبتضرب اسبانيا كل عمرها هيك. مش كل عمرها، منه شيء جديد. يعني صحيح يمكن هلا صرنا نعرف فيه لانه ممكن السنه عم بتزيد شوي صغيره. ممكن السنه زادت شوي لانه كان الشوب او الموجات الحاره كانت عم تضرب اسبانيا وفرنسا بشكل كثير ملحوظ. صحيح. زادت 3-4 درجات، حست العالم انه واو اختنقنا. عرفتي كيف؟ نعم. هذا الشيء منه جديد، هذا الشيء نورمال بيصير كل سنه. يعني هلا بالشتاء بترجع بتنتلي الانهار وبترجع تمشي. بس لك ليش الانهار جفت؟ نعم. او خف او نزل منسوبه. صحيح. طلع الضغط الجوي فوق اسبانيا وفوق فرنسا وفوق بلجيكا. أوكي. وفوق دول المغرب، هيدا الضغط اللي نحن بنقوله المرتفع الازوري. فمجرد ما تمركز المرتفع الجوي في ايام 1030 1037 الشتاء ما عادش عم بفوت على يوروب. أوكي. على مده شهرين. يعني الا بالعاده اوروبا كل الصيف بتشوف الشتاء بفوتوا من المحيط الاطلسي عليها. مجرد ما يكون في شتاء مستمر الانهار بتبقى ماشيه واكيد بتدفع عادي، بس لما بيطلع الضغط الجوي تحول الشتاء كله سوا على جرينلاند على الشمال، طلع على ميلة لندن لسعى الدول الاسكندنافية اللي بيشوف الخرائط بيشوف كيف الدنيا عم تشتغل كيف عم تتحرك. يعني لما بيكون في شرح علمي للعالم ليه ما عم بتشتي بأوروبا وفي حرارة مرتفعة بده يعرف انه الانهار المنسوبة بده يخف. اكيد اكيد اذا ما في امطار دائما الاعلام ما بيشرح العالم تعمل بانيك خلص متنا من العطش جفت اوروبا. أبونا بلبنان نحن شو ناطرنا هالأسبوع؟ الحرارة شوي مرتفعة يمكن معدلات الموسم هلأ تقريبا عندنا طقس دافي. نعم. والسبب أنه في عندنا كتل دافي طالعة من مصر ومن ليبيا. أوكي. عم تتجه نحو الشرق الأوسط رح ترفع درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من تشرين وما بنستغرب. والعالم ما ينقوا مثل كل سنة وين الشتاء بين تشرين وتشرين صيف تاني هيدي معروفة. الشتاء حتى يمسك مضبوط كمنخفضات لكنون. من نص تشرين الثاني وبالطالع ان شاء الله. يعني خير في عندنا بعد شهر ونص رح منشوف طقس كتير حلو، طقس دافي، صيف تاني، بس ما رح نشوف اكيد الحرارة اللي 35 و34 اكيد 36 و37 عندنا جمعة الجاي بدها تكون 33 32 بالساحل، بس مش مثل الصيف لانه اكيد ما في رطوبة قاشطة. في رطوبة قاشطة ما رح يحسوا انه واو اختنقنا. ما في رطوبة، الرطوبة بتكون 50-55% على الساحل. نعم. الحرارة 32-33 رح يحسوا بشوك دفى، بس لا في رطوبة ولا في دبق ولا في تلزيق ولا في خنيق. كتر خير الله.
يعني بقول لهم انا يعني نعمه عنا، ربنا نعم علينا بهالطقس الحلو بلبنان. مهم ما يعني نتشكى ابونا. هيدا الطقس تقريبا رح يمد ل 25. نعم نحن بهيدا بهالحاله هيدي دفع. الخريفيه نعم طقس الحلو. شكرا ابونا، يا اهلا، اخذنا من وقتك، وانا دائما بشكرك على كل التفاصيل التقنيه يلي بتعطينا اياها، يلي هو طبعا الخبر الصحيح والموثوق فيه. مرسي لكم، شكرا لك ابونا. الى متفرقات. بمتفرقات لليوم فيديو رح منشوفه، فيديو رائع ما بيتكرر إلا مرة واحدة بالسنة ولمدة 35 ثانية. رح منشوف بالفيديو يلي تم تصويره داخل الدائرة القطبية الشمالية مباشرة بين حدود كندا وألاسكا وروسيا. طبعا مثل ما قلنا ثواني قليلة بنشوف فيها منظر مذهل جدا. هالزهرة ما بنشوفها مثل ما قلنا غير مرة واحدة بالسنة، بيظهر القمر بكامل مجده لدرجة انه منحسه انه رح يضرب، رح يصطدم بالارض، وبعد هيدا مباشرة بيصير في كسوف كلي للشمس، لانه القمر بيكون طبعا بين الارض والشمس لمدة 5 ثواني فقط، بحل فيها الظلام، فجأة بيرجع النور، وهالزهرة هي بتصير بنقطة الحضيض، يعني النقطة يلي بيكون فيها القمر أقرب إلى الأرض، وساعتها فينا نشوف السرعة الكبيرة يلي بيتحرك فيها كوكب الأرض. مشهد رائع مثل ما قلنا ما بنشوفه غير مرة بالسنة. مشاهدينا منروح لتيبس انترناشونال داي ومنبدا مع ضيوفنا. هاي، حكينا بالحلقات السابقه عن كل شيء، عن ظهور لوك، الاشياء شو دارجه، اللبس، الكولان للقصيره للطويله، بس نسينا نحكي عن الاكسسوارات يلي بيكونوا ادد فاليو للاوتفيت تبعنا. فهيدي السنة كتير شفنا بالرانويز وبالستريت ستايلز الحلق الكبير يلي بيكون هو ستيتمنت منه لحاله، يعني ما نكون بحاجة انكم تشتغلوا كتير على الاوتفيت تبعكم، بمجرد انكم تلبسوا شيء سادة بلاك لتسي فيكم تحطوا الحلق الكبير يلي دارج كتير هيدي السنة. فيكم تلبسوا حلق كبير من ميلة وحلق صغير من الميلة التانية، او كمان كتير دارجين الحلقات اللي بيجوا اتنين بنفس الدينة. تاني شغلة كتير دارج البلت يلي بيجوا اوفر سايز يلي بينطووا، والباك بلت يلي هن كتير براكتيكال وكتير فاشنبل وترندي هيدا السيزن، وعم يلبسوا بكذا طريقة، يعني حتى فيكم تغيروا الاوتفيت تبعكم بمجرد انكم عم تغيروا البلت، فيكم تحطوه هيك، فيكم تحطوه على الخصر، كتير كتير لذيذ ومهضوم. واخر نصيحه لليوم هي البيري والباغات والهات بيسز يلي هن كتير عم شفناهم قبل بالسبعينات، وهلا عم نرجع نشوفهم بالستريت ستايلز بالباريس فاشن ويك. فالباغات كتير دارجين، اذا كنتوا لابسين شيء عادي فيكم تغيروا اللوك تبعكم، تحطوا الباغات يلي هن بيجوا دبابيس فيكون عليهم ستارز او حيلا شيء عليهم هلا فيكم تلاقوهم بالسوق. وكتير دارج الباندو اللي بيجي كتير كبير، يعني بيجي عرضه تقريبا شي 10 سنتي، وكمان كتير دارجين البنيات والشابويات، وكتير بيعطوا هيك فاشنبل لوك للست. وهيدي كانت نصيحتي لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، بشوفكم بحلقة تانية، باي. حدد يوم 28 أيلول ليكون يوماً احتفالياً للتوعية بأهمية الحق في الانتفاع بالمعلومات في شتى أنحاء العالم. ومنذ أن استحدث الاحتفال بهذا اليوم، تم اعتباره أنه أحد أهم أيام المناسبات السنوية الخاصة بالحريات التي يعنى بها المدافعون عن تداول المعلومات في شتى بقاع العالم، لأن الحق الشامل في الانتفاع بالمعلومات هو أمر أساسي لسير الحياة الديمقراطية للمجتمعات ولرفاه الأفراد،
وتشكل حرية تداول المعلومات أو الحق في الانتفاع بها جزءاً لا يتجزأ من الحق الأساسي في حرية التعبير، وهذا الحق منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1966 الذي ينص على أن الحق الأساسي في حرية التعبير يشمل حرية استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية. مرحبا. 28 أيلول، الديس كيلوفر الرسول، هو أحد التلاميذ الاثنين والسبعين، وأحد الاثنين اللذين كانا ذاهبين إلى قرية عماوس يتحدثان عن قيامة المسيح. فظهر لهما الرب وتحدث معهما في الطريق، ولم يعرفا إلا بعد أن كسر الخبز معهما ونولهما. كما وقد كان هذا القديس قد قبل يسوع ضيفا في بيته وصنع له وليمة. فضاء اللي بتمتع فيها بشارة شهادة. نصيحة القديس كيلوفا لك، حقا إن الرب قام. والله معكم.